بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل ده خاص بعرض الدراسات السابقة في مشروع البحث. يعني ايه دراسات سابقة؟ او يعني ايه مفهوم مرتبط بالدراسات السابقة؟ معناها ان الباحث يقوم بعمل بحث من خلال مواقع السيرش المعروفة زي جوجل سكولر، وبيختار الوثائق او الابحاث ذات العلاقة بموضوعه أو الموضوع اللي مهتم بيه، ويحاول أن يعرض مختلف وجهات النظر المكتوبة في هذه الأبحاث اللي بتكون بتدعم وجهة نظره، ويعرض ما فيها من فجوات بحثية واللي هتساهم بشكل كبير جدا في تشكيل مشكلة البحث الخاصة بالبحث. يتطور الجزء الخاص بالدراسات السابقة في أي مشروع بحث، وكذلك الجزء الخاص بالإطار النظري إن شاء الله في الرسالة من أهم الأجزاء التي تعرض مدى قدرة الباحث وتمكنه من موضوع البحث اللي هو اختاره، فهي هتشمل كل ما كتب ذات صلة بالموضوع اللي الباحث اختاره، أو المتغيرات اللي اختارها الباحث بتكون عنوان البحث بتاعه. في أغلب الأحيان بيفضل أن تكون هذه الأبحاث المختارة لعرضها في الدراسات السابقة أو في الإطار النظري هي دراسات منشورة في مجلات علمية محكمة سواء عربية أو أجنبية، وذلك لضمان يعني مصداقيتها واعتماديتها ودقة الآراء والنتائج التي تعرضها هذه الأبحاث. في الدراسات السابقة غالبا ما بنستخدمش الكتب، لكن بتكون أغلبها أبحاث زي ما قلنا منشورة في مجلات علمية. وفي بعض الأحيان ممكن إن أنا أعتمد على أبحاث برضو منشورة من رسائل علمية زي رسائل الماجستير أو الدكتوراه اللي بتكون منشورة في المجلات العلمية الخاصة ببعض الكليات أو الجامعات. طيب إيه الغرض من وجود جزء خاص بالدراسات السابقة في مشروع البحث؟ هو الغرض منه التأكد من أن الباحث فعلا قرأ كل ما يتعلق من دراسات متعلقة بموضوع البحث بتاعه، وأن القراءة اللي هو عملها دي وهذا التجميع للدراسات هو تجميع وقراءة نقدية لهذه الأدبيات، وليس الموضوع موضوع سرد فقط للدراسات. مش معنى أن أنا جمعت 100 دراسة سابقة وحطيتهم تحت بعض في الجزء الخاص بالدراسات السابقة لأن كده عملت اللي عليه، هو الغرض منها بعد التجميع والتصنيف والتلخيص وإن أنا أعرضها بصورة نقدية، أعرض ما لها وما على هذه الدراسات، إيه إيجابياتها وإيه سلبياتها، إيه من الدراسات دي اتفق في وجهة نظر معينة وإيه من الدراسات دي اختلف نحو نفس وجهة النظر دي، إيه من الدراسات دي حل مشاكل معينة وإيه هي المشكلات التي لم تحلها هذه الدراسات بعد، واللي هتمثل جزء أصلي جدا من المشاكل أو مشكلة البحث اللي أنا بحاول أتبناها في البحث بتاعي. الجزء الخاص بالدراسات السابقة حاول قدر الإمكان إن أنا متعرضش لعرض تعريفات عن المتغيرات الخاصة بالبحث، وأنا بحاول أعرض الدراسة بصورة ملخصة من خلال هدف الدراسة ومشكلتها والنتائج اللي بتوصلها لما اتعملت من الدراسة. فالهدف من الدراسة السابقة ليس هو عرض للتعريفات الخاصة بالمتغيرات بتاعة البحث في الحالة الثانية، ولا هي كمان جزء عشان أعرف أسباب أهمية اختيار للبحث ده. الدراسات السابقة ليست مجال هنا ان انا اعرض ليه البحث بتاعي مهم، وانا بعرض فيها الناس او الباحثين الاخرين اهلوا ايه
وإيه هي الأجزاء التي لم يتطرقوا إليها فيما يختص بموضوع البحث بتاعي. زي ما قلنا، هي مش عبارة عن قائمة غير متصلة من المراجع اللي أنا عمالة أرصها تحت بعضها، وبحيث إن القارئ في الآخر إن هي يقرأها ما يطلعش منها أي نتيجة أو فايدة معينة، ولا هي تلخيص عمل الآخرين بدون عرض أي وجهة نظر خاصة بيا في هذه البحوث. دي بقى الدراسات السابقة أو جزء خاص بالدراسات السابقة مهم إن يكون موجود في مشروع البحث بتاعي، لأن ده بيوضح إن أنا فعلا رجعت للخلفية العلمية للمفاهيم والمتغيرات اللي أنا اخترتها للبحث بتاعي وقرأتها قراءة جيدة ونقدتها. معظم هذه البحوث هتلقي ضوء على البحوث اللي اتعملت فيها، ايه هي المشكلات اللي الباحثين دول لقوها او وجدوها في مجتمعات معينة او منظمات معينة او عند افراد معينين، وبالتالي ده خلاهم يلجأوا الى البحث العلمي عشان يحاولوا يعرفوا ايه هي اسباب المشكلة دي، او يحاولوا يعرفوا ايه هي الحلول المناسبة لهذه المشكلة. الدراسات السابقة هتقول لي اللي قبلي درسوا ايه وعملوا ايه وايه الحاجات اللي ما عملوهاش، فهي دي اللي انا ممكن ان انا ابدا ان انا ادرسها بحيث ان انا اضيف شيء جديد للبحوث العلمية في هذا المجال. البحوث السابقة برضو هتوضح لي ايه هي المناهج العلمية اللي استخدمتها البحوث السابقة من المناهج المصرية او استفراغية او استنتاجية، والحاجات دي درستوها طبعا الترم الاولاني مع الدكتور عمر. هتوضح لي ايه هي الاساليب العلميه اللي استخدمت لجمع البيانات ومعالجه وتحليل هذه البيانات، وبالتالي ده بيساعدني ان انا برضو اختار الاساليب المناسبه لتحليل بياناتي او ان انا اقترح اسلوب جديد، وده تبقى اضافه برضو للرساله بتاعتي في معالجه هذه البيانات. هتكشف لي الدراسات السابقه عن البحوث أو الآراء أو وجهات النظر المتشابهة عند مجموعة من الباحثين والمختلفة عند مجموعة أخرى من الباحثين، وهتساعدني زي ما قلنا إن أنا أقدر أصيغ مشكلة البحث بتاعتي والأهداف الخاصة بالبحث بتاعي بصورة تعكس إن أنا بقدم شيء جديد، بعمل contribution أو إضافة جديدة للمجال اللي أنا اخترت فيه البحث بتاعي. طبعا انا لما باجي اعمل الفصل الخاص او الجزء الخاص بالدراسات السابقه وبعمل السيرش على جوجل سكولر او اي محرك بحث علمي، بتطلع لي العديد من المقالات، قد تصل الى مئات المقالات الخاصه بالمتغيرات اللي انا بحاول ابحث. وهو شيء صعب جدا ان انا الم بقراءه كل هذه المقالات طبعا اكيد، فأحاول دايما لما أمسك مقال منه إن أنا قبل ما أقرأه بالكامل إن أنا أحاول أتوقع العنوان بتاعه، هل فعلا هو له علاقة وثيقة بموضوع البحث بتاعي ولا لأ. يعني ممكن أنا أبص خصوصا في المصادر اللي هي الأونلاين على العناوين الفرعية اللي موجودة جوه المقال، أشوف هل هي فعلا هتخدم البحث بتاعي وليها علاقة وثيقة بالمتغيرات الخاصة بالبحث بتاعي أو لأ. حاجة مهمة جدا إن أنا دايما أقرأ الأبستراكت الخاص بالبحث، بيبقى موجود دايما في أعلى البحث بعد أسماء الباحثين في جزء خاص بالأبستراكت أو ملخص عن محتوى البحث عشان أشوفه هل له علاقة فعلا بمتغيرات بحثي ولا لأ. مهم جدا إن أنا أبص برضه في قائمة المراجع في آخر البحث عشان أشوف إيه المراجع اللي اعتمد عليها هذا الباحث في كتاب البحث، وهل هي مراجع حديثة ولا مراجع قديمة. مهم جدا إن أنا أعمل سيرش على الباحث اللي كتب المقال ده عشان أشوف هل كتب مقالات قبل كده، وإيه هي نسبة السيتيشن أو نسبة الاقتباس اللي بياخدوها الباحثين الآخرين عن هذا البحث، لأن ده هيوضح لي قد إيه الباحث ده أعماله أو أبحاثه لها قيمة وبيستشهد بيها الآخرون في عملهم، وبالتالي أكون أنا واثق أو أكون أنا مرتاح وأنا بقتبس وأنا بأشير إلى رأي هذا الباحث في الدراسات السابقة الخاصة بي. الجدول ده بيشير إلى بعض النقاط الهامة اللي أنا لازم أخدها في الاعتبار
لما اجي اعرض الدراسات المستهدفه بتاعتي، اللي من ضمنها التاكد بيشور ده the literature covered relates clearly to your research questions and objectives، ان الدراسات اللي انا هعرضها هي وثيقه الصله بعنوان بحثي، متغيرات بحثي بالاسئله اللي انا بسالها في البحث بتاعي، هل هي فعلا غطت النظريات والابحاث ذات العلاقه بالمتغيرات، هل هي عرضت ابحاث العلماء المتميزين في المجال ده ولا لا، هل عرضت احدث الابحاث الموجوده في قواعد البيانات ولا لا. الجدول ده بيقول لي ازاي اعرف هل الـ literature review اللي انا كتبته ده literature review منقوط نقد جيد، ام ان هو literature review وصفي في سرد متتابع زي ما احنا قلنا، وده مش من الحاجات المفضله عند كتابه الـ literature review. فبيقول لي اول نقطه have you contextualized your own research showing how your research questions relate to previous research reviews، هل فعلا انت تاكدت ان الاسئله اللي انت عرضتها في بحثك ذات علاقة بالأبحاث اللي أنت عرضتها في الدراسات السابقة ولا لأ؟ Have you assessed the strengths and weaknesses of previous research reviews؟ هل عرضت نقاط القوة ونقاط الضعف في الأبحاث السابقة اللي أنت عرضتها؟ Have you been objective in your discussion and assessment of other people's research؟ هل أنت كنت موضوعي فعلا في عرض هذه النقاط سواء القوة أو الضعف في الأبحاث السابقة؟ Have you included references for research that is counter to as well as support your own opinions، هل انت حطيت دراسات سابقة بتؤيد وجهة نظرك اللي انت بتعرضها في بحثك وبتعارض كذلك وجهة نظرك اللي مذكورة في بحثك ولا لا؟ يعني مش من الضروري ان انا لما اعمل literature review ان كل الدراسات اللي عارضها فيه تكون مؤيدة لوجهة النظر او للمشكلة اللي انا عارضها، ممكن كمان اعرض مجموعة من الدراسات اللي تكون بتعارض وجهة النظر دي، وده بيكون طبعا في مصداقية اكبر للبحث. Have you distinguished clearly between facts and opinion؟ هل قدرت توضح الأبحاث اللي بتقول facts يعني حقائق في الأبحاث اللي بتعرض آراء عن المشكلة محل البحث أم لا؟ أنا بفضل الجزء الخاص بالدراسات السابقة، أنت واحد إن أنا أعمل سيرش على محرك بحث عالمي، إنه مش على جوجل كده بس، لأ لازم جوجل سكولر أو أدخل على بنك المعرفة المصري على أي داتا بيز من المعروفين الخاصة بالسوشيال ساينسز زي السيفينير أو إميرالد أو جاستور، وأقوم بالبحث عن المتغيرات الخاصة بالبحث بتاعي وتطلع لي مجموعة من النقاط. المقالات دي أنا لازم أقوم بتلخيصها وأتأكد إنها ذات صلة وثيقة بالمتغيرات الخاصة بالبحث بتاعي. مهم جدا جدا ان انا الخص هذه الدراسات السابقه بصوره مختصره في شكل جدول، الجدول ده يكون في اسم البحث اللي عمل مقام البحث، عنوان هذه الدراسه، السنه اللي اتعملت فيها هذه الدراسه، ايه الهدف من الدراسه والمشكله، ايه هي النتائج اللي وصلت لها الدراسه، دراستي اتعملت في أنهي مكان في أوروبا في آسيا في أمريكا، إيه هي المجال اللي اتعملت فيه هذه الدراسة، هل هي عن قطاع التعليم أو الصحة أو البترول أو الاتصالات، أو ده بيكون ملخص تلخيص جيد جدا عن الدراسات اللي أنا هعرضها في الجزء بتاعي أو اللي أنا هكتب عنها في الجزء الخاص بالدراسات السابقة. والجدول ده هيساعدني جدا كمان بعد كده إن شاء الله لما اشتغل في الجزء الخاص بمناقشة النتائج الخاصة بالرسالة بتاعتي، رسالة الماجستير بتاعتي، لأنه لما هتطلع لي نتائج معينة أنا هبقى عايز أعلق على النتائج دي وأقول أي من هذه النتائج اتفقت مع دراسة فلان وفلان وأيها اختلفت مع دراسة فلان وفلان. فلما أكون أنا عامل الجدول ده وملخص فيه الدراسات السابقه بالشكل اللي احنا بنقول عليه ده هيسهل عليا جدا ان انا ادجست ان انا ابص جوه العمود الخاص بالنتائج، هقدر اعرف اي من الدراسات دي نتائجه كانت متفقه معايا واي منها كانت مختلفه معايا، وبالتالي اقدر اكتب التعليق
في منتهى السهولة على النتائج في الجزء الخاص بالديسكشن أو مناقشة النتائج في الرسالة بتاعتي. إذا أسلوب تلخيص الدراسات السابقة بشكل متداول ده بيفيدني بطريقتين، بيفيدني في مشروع البحث إنه بيسهل على القارئ كمان إن هو يتابع إيه هي الدراسات اللي أنت عرضتها، وبيسهل لي بعد كده إن شاء الله في مناقشة النتائج لما أخلص عمل جمع وتحليل البيانات. الجدول ده مثال على اللي احنا قلناه قبل كده، كان فيه تلخيص الدراسات السابقة في صورة جدول بأعمدة يوضح اسم المؤلف أو اسم الباحث والهدف من الدراسة أو عنوان الدراسة، السامبل سايز العينة أو مجتمع الدراسة كان فين، إيه النتائج اللي احنا توصلها لنا، إيه البلد اللي اتعمل فيها هذا البحث. ممكن أضيف أعمدة أخرى يعني تكون ريليفنت أو تكون مناسبة اللي هي انا هتفيدني بعد كده زي ما قلنا في الـ discussion of the results او في مناقشة النتائج. من المفترض بعد ما اخلص الجدول اللي انا عملته تلخيص للدراسات السابقة ان انا ابتدي اعلق واكتب بصورة مجمعة عن هذه الدراسات السابقة. طبعا انا مش عايز اسرد تاني اللي اتذكر في الجدول بصورة كتابة، ابتدي اسرد هذه او هذه الدراسات بصورة تاريخية من الأقدم إلى الأحدث أو من الأحدث إلى الأقدم، لأ أنا عايز أبتدي أعلق عليها وأقول عدد قد إيه من الكتاب دول اتفقوا في الرأي الخاص بمثال مثلا إن القيادة الأبوية بتؤثر تأثيرا إيجابيا على التزام الموظف أو على رضاه الوظيفي، وأي من هذه الدراسات لم تجد علاقة إيجابية ما بين القيادة الأبوية وما بين الرضا الوظيفي أو علاقة مباشرة. فمن المهم جدا إن أنا بعد ما بخلص العرض الملخص للجدول إن أنا أبتدي أتكلم وأنقد وأجمع بصورة ملخصة مش بصورة سرد مين قال إيه وهما اتفقوا على أي الآراء واختلفوا مين اللي اختلف معاهم في الآراء دي، وهل الدراسات دي كلها عالجت نفس المشكلة ولا مشكلات مختلفة في قطاع واحد ولا قطاعات مختلفة، نفس أساليب الدراسة أو تحليل البيانات الإحصائية ولا لأ، وشوف هما كاتبين كمان مهم جدا في الليميتيشنز بتاعتهم أو حدود البحث بتاعتهم، لأن دي هي اللي أنا هبتدي أوضحها وأظهرها في هذا الجزء إن أنا اعتمدتها كمدخل لتحليل مشكلة البحث الخاصة بي. السلايد دي هنبعت فيها ايه هو الاسلوب المقبول والاسلوب غير المقبول لما اجي اعرض الدراسات السابقه او اعلق على الدراسات السابقه. زي ما قلنا احنا مش عايزين نفس سرد متتابع للباحثين، نبتدي نقول محمد واخرون قالوا كذا وكذا، احمد وحسين قالوا كذا وكذا. مش عايز اعرض بهذا السرد المتتابع التاريخ زي ما انتم شايفين هنا في المثال ده، احنا عارضين الدراسات السابقة من 2003 ثم 2007 ثم 2009. المطلوب ان انا اجمع الدراسات دي كلها واقول الرأي بتاعهم مرة واحدة، مش ضروري طالما هم متفقين في الرأي ان هناك علاقة ايجابية بين كذا وكذا. بقول وجدت البحوث السابقة أن هناك علاقة إيجابية مباشرة ما بين القيادة الأبوية وما بين الرضا الوظيفي أو الالتزام الوظيفي للعاملين، وبين قوسين أبتدي أعرض الباحثين أن اتفقوا كلهم على نفس هذه النتيجة، ويبقى أنا كده لخصت بصورة جيدة جدا الآراء المتشابهة الخاصة بالموضوع. ثم بعد ذلك أقول ولكن فلان وفلان وفلان، أو لكن هناك رأي مختلف بيقول إن مفيش علاقة ما بين القيادة الأبوية وما بين الالتزام التنظيمي، والرأي ده اللي عرضه برضه فلان سنة كذا وفلان سنة كذا وفلان سنة كذا بين قوسين، ده هو الطريقة المقبولة للتعليق على النتائج السابقة. أكيد كلنا عارفين قد إيه الجزء الخاص بالدراسات السابقة جزء مرهق جدا للبحث من بداية لحد ما ينتهي منه، وعلشان كده في نصايح مهمة لابد ان احنا نراعيها واحنا بنعد هذا الجزء. واهم هذه النصايح هي عملية حفظ
وتوثيق المصادر اللي بتعتمد عليها في كتابة الدراسات السابقة. مهم جدا إن أنا أعمل عملية سيلف للمصادر دي في فولدر معين معنون باسم المتغير اللي أنا بجمع الدراسات عليه. مهم جدا إن أنا أعمل كذا نسخة باك أب للمصادر دي سواء على الجهاز بتاعي أو على اكسترنال هارد أو حتى أونلاين، بحيث إن أنا أكون ضامن إن أنا هقدر أرجع بطريقة سهلة جدا لهذه المصادر اللي محتاجها. مهم جدا وأنا بقرأ المصادر دي إن أنا أعلم فيها على الأجزاء اللي أنا اقتبستها، ولا مانع إن يكون جنبي دفتر أو نوتة أكتب فيها إيه هي الأجزاء اللي أنا اقتبستها من هذه المصادر، علشان خاطر بعد كده لما أجي أراجع الرسالة أحاول قدر الإمكان إن أنا أعيد صياغة الأجزاء المقتبسة دي عشان ما تعلاش نسبة الاقتباس لما أجي أعمل الاختبار بتاع الاقتباس لما أخلص الرسالة إن شاء الله. زي ما قلنا لابد إن احنا نلخص هذه الدراسات السابقة بجد، نحدد اسم الباحث في السنة والبلد اللي بتعمل فيها، القطاعات اللي بتعمل فيها، بنفس الأساليب الإحصائية، الكمية أو كيفية استخدام التقنية على جهة تحليلها. ده كله بيساعدني في إن أنا يبقى عندي مرجع أقدر أرجع له يعني في حال عايز أعرف الجزء اللي أنا كتبته ده كان بيخص أي دراسة. طبعا في بعض السوفت ويرز اللي بتساعدني جدا في عملية حفظ وسريالة وترتيب المراجع زي الإند نوت، وده كمان الإند نوت من السوفت ويرز محترمة جدا اللي بتساعدني مش بس في حفظ المصادر بتاعتي الريفرنسز، لكن كمان بترتب هي لي بتكتب هي لي بالشكل المطلوب تبع عمليه الكلية اللي أنا بعمل فيها البحث بتاعي. فبعض الكليات بتطلب كتابة المراجعة بطريقة هارفارد، بعضها بتطلبها بطريقة الـ ETA. فالسوفت وير بكليك واحدة بيساعدني إن أنا أنظم كل هذه المراجع وأكتبها في الطريقة المطلوبة مني في داخل في نهاية في نهاية الرسالة. أهم شيء بعد ما بخلص عرض الدراسات السابقة كتبت الجدول إن أنا أشير إلى الفجوات البحثية. الدراسات السابقة تشابهت في إيه مع الدراسة الحالية بتاعتي، اختلفت في إيه مع الدراسة الحالية بتاعتي، وأنا هركز على إيه كفجوة بحثية في هذه الدراسة اللي أنا اخترت العنوان بتاعها واخترت المتغيرات بتاعتي. دي آخر حاجة المفروض إن أنا أنهي بيها الجزء الخاص بالدراسات. نعم.